حسيب المره جايبك مو بصفه رسميه، ما معقوله كل ما اريدك تجيك للقهوه، بتجي هنا وتصير حباب بدون مشاكل. سيدي انت تعرف اني سمعتي نظيفه وطبتي للمركز، راح اسوي عليه شاش وانت ما تقبل. انظف سمعه طبعا. اشكرك سيدي، ان شاء الله اشوفك نقيب. امرني انا بالخدمه سيدي. احمد عثمان. مو قلت لك سيدي هيك مواضيع. لكن يوم مش لزمنا؟ لزمنا واحد عنده حبوب وكان هستوى طالع من قهوه حسيب المطيرشي، واعتقد حسيب متهم. سيدي اذا الموضوع بيه مخدرات ونبش القصص الماضي فانا ما لي علاقه. لا عاد احكي. سيدي انا راح احكي بس ما وعدك بشيء. احكي يا معود. سيدي كل اللي اعرفه هو يبيع حبوب ومخدرات، بس للامانه هو صار له فتره مختفي وروح الحجيه فتنه. حيل هذا كله صاير وياك. دير بالك بيبي تعرف بالموضوع. لا حول ولا قوة الا بالله. المشكلة شغلي كله راح هيك والقصة انقلبت علي. زين اشتكي عليهم. ما عندي دليل. والحل؟ رائد عمران قال لي راح احاول احقق بالموضوع، ومنها للصبح الله كريم. هو الرجال خطيه هماتين ما بيده شيء، دي يحاول يساعدني. يعني هو يساعد بس مو الكل. وصال انت تحكين صدق؟ يعني انا تعرفين وين دا احكي وانت وين دا تحكين؟ مو وقت هذا الكلام هسه. ايش بيج؟ يعني احنا هسه بدنا ناخذ بدنا نطب الحكي. مو وقته. انا مشاعري هسه كلها متخربطه وعندي مصيبه كبيره وانت جاي تحكين هذا الكلام هسه؟ يعني انت حاسه بشي؟ يا ربي لا تعصبيني، كافي سدي الموضوع. شوفي وصالي، اذا بيبي عرفت بالموضوع راح اسوي لك مشكله كلش كبيره. لا تخليني انقلب من اختك الى دكتوره، خليني دا اتعامل وياك بطريقه حلوه. وبعدين رائد عمران هو شخص دا يساعدني، يعني مثلي مثل اي انسان عادي، ماكو بيناتنا شيء. ذكرتيني بستار، يعني هو صح ولا مره ساعدني بس جيت من اشوفه احس بالحب. اوف يا ربي. ما يخالف، حاولي تحكين وياه وتحلين الموضوع، إن شاء الله ينحل سوء الفهم، فسدي الموضوع هسه. ما يصير للشارع، بس تسألين.